Hello, hello, my friends. How are you today? I hope you are all good. فاكرين الحلقة اللي اتكلمنا فيها على what you like بالضبط بتاعت offering food. ايه رأيك النهاردة مع بعض نحل عليها some exercise. طيب لو انت لسه ما شفتش الحلقة دي اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو. Let's start. Circle the correct answer. زي ما متفقين احنا ما بنحلش قبل ما نقرأ السؤال للآخر. Number one. Would you like an apple? Yes. No, please. الإجابتين ينفعوا بس مش هنا. أنت لازم تشوف الإجابة بتاعتك في الآخر بتقول إيه. بتقول please. Okay. طالما قايل please يبقى هو قايل yes please. لأن نحن لو كانت no كان هيقول no, thank you. برافو عليك. Number two. Would ولا yes you like some tea? تفكر كده. طبعا برافو عليك. هي would you like some tea. كلمة yes دي ما ينفعش أبدأ بيها سؤال أبدا. Number three. Would you like or likes some burger? Would you? برافو عليك. بعد ما انت قلت كده شاطر جدا. لازم like. علشان after would انا لازم استخدم ال infinitive form of the verb. يعني الفعل في المصدر. Number four. Would you like some grapes? No, please. ولا no, thank you. ايوه اللي انا لسه قايلهولك في question number one. هيبقى no, thank you. Good job. يلا بينا نكمل. You, fries, would, some, would like. تعالي بينا نرتب الكلمات اللي مش مترتبة دي علشان نعمل sentence. يعني مثلا هو بيساعدنا وقايلنا هنبتدي بود. فهنقول would. بعد would لازم السبجكت اللي انا بسأله. برافو عليك. اللي هي you. Would you? فين الverb؟ Excellent. Like. وبعدها كلمة some. وطبعا fries. لا على فكرة ما خلصناش. انت لازم بعد كل ده تعمل question mark. Would you like some fries? Number two. Would some water like you? You think no. اصلا مش هحل الاتنين دول. ده هيبقى الهوم ورك بتاعك طبعا. وانت عارف بتبعت لنا الهوم ورك على البيج على الفيسبوك. واكتب لي بس في الكومنت ان انت عملت الهوم ورك. واعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. See you later.